ده كده كلوريل، ده ليمون، ده كيلو 2 في 1 عامل 17 جنيه. في فوق كلوريل ده كيلو و50 جرام عامل 14 جنيه. مش تفضل اللي بالليمون ب17، وفي ده ال 2 كيلو اللي هو بالليمون 2 كيلو عامل 29، وفي ال 4 كيلو عامل 56. ده اسمه ايه؟ كلوريفو، ده كلور 6 كيلو، ده عامل كام؟ عامل 46.5. ده مبيض للملابس 6 كيلو الازرق ده. شوف اسعار اوكسي. اوكسي ده الغسيل العادي 1.5 كيلو عامل 84. ده باللافندر ال 400 جرام نسيم الشرق ده عامل 25. ال 300 جرام عامل 20. في باهي 455 جرام عامل 20. في اوكسي ايه تاني؟ في اوكسي ال 2 كيلو عامل كام؟ 109. ده كده الغسيل العادي. الاوتوماتيك بقى الباهي الاوتوماتيك 9 كيلو لافندر عامل 360 بدلا من 419. 360 عليه عرض. وباهي ال 6 كيلو ال 4 كيلو ونص، 4 كيلو ونص عامل 218 بدلا من 220. اوكسي 9 كيلو برضو عليه عرض. نسيم الربيع ده عامل 410 بدل من 460. 410 بدل من 460 9 كيلو. واوكسي 6 كيلو عامل كام؟ 305 بدل من 335. 305 بدل من 335 6 كيلو نسيم الربيع. اوكسي فوق ال 2.5 كيلو 155 بدل من 169. يبقى اوكسي كده الاحجام كلها عليها عروض. ال 9 كيلو وال 6 كيلو ال 2.5 كيلو. ال 4 كيلو موجود بس مش حاطين عليه سعر. اوكسجين ال 3 كيلو عامل 170 بدل من 199 عليه عرض برضه. وفي اوكسي ال 4 كيلو عامل 210 بدل من 239. هما حاطين الاسعار دي بس ال 3 كيلو وال 4 كيلو. اه لا، وفي كمان ال 2.5 كيلو حاطين سعره عامل ال 2.5 كيلو عامل 145 بدل من 169. استرس عشان بقى التنظيف وكده. استرس ده للدهون والبقع، ده لتر لافندر عامل 66 بدل من 70. اهو بانواعه 66 بدل من 70. مش فاضي. في فريدة ده مزيل دهون برضو ومعقم بالبرتقال، ده 550 جرام عامل 42 بدلا من 47. مستر ماسل ده عامل كام؟ ده 440 ملي ليمون عامل 57. ده برضو كده فريدة فلور، ده منظف ومطهر برائحة اللافندر 4 لتر عامل 105 بدل من 135. في منه ده كمان بالليمون. ده فيه كلوريل ليمون ده 4 في 1 كيلو عامل 18.5.
والاتنين كيلو عامل 29.5. الريكس ده منظف ارضيات، ده 400 مللي عامل 15. الكلوريكس 400 مللي عامل 17.25. ده ارضيات، ده منظف ارضيات ومتعدد الاغراض برضه. الريكس ده متعدد الاغراض برضه، ده لافندا 3 لتر 66 بدل من 71 عليه عرض. ده كده كلوريكس ده لتر و 200 جرام عامل 27.75 قرش. ده كده للفيروسات البكتيريا. التلاتة لتر و 790 عامل كام؟ 74.75 قرش. ده كده كلوريل ده 2 كيلو بقوة الأكسجين، ده عامل 49. وفي كلوريكس 2 لتر عامل 80. ده كلوريكس الألوان. وفي كلوريكس 950 عامل 41.5. وكلوريل الكيلو عامل 29. الكلوريكس ده كام؟ ده 4 لتر عامل 74.75 قرش. بصوا ده كده فينيك، ده 450 مللي عامل 8.75 قرش. في 600 مللي من شهاب فينيك مطهر 600 مللي عامل 17.5. الكحول الاحمر ده من لاروز، ده 500 مللي عامل 24. وفي 300 مللي عامل 15 جنيه. ده كبريت ده 120 عود في 3 علب عامل 11 جنيه. في هنا من كوين ده باكت اكياس ثلاجة، ده 45 كيس مقاس 25x40 عليه عرض، عامل 25 جنيه بدل من 30. في من سيلا ده رول اكياس تلاجة 60 كيس مقاس 25x40 عامل كام؟ عامل 23 جنيه من سيلا. وفي سيلا مقاس 70 كيس مقاس 20x35 عامل 22. في العبد اكياس تلاجة وسندوتشات، ده 30 كيس مقاس كيس كام؟ 28x35 عامل 13 جنيه، 30 كيس ب 13 جنيه. في جريبس ده رول اكياس تلاجة مقاسهم كام؟ مقاسهم 20x35 عامل 35 جنيه، ده حوالي 100 كيس عامل 35 جنيه. كميل اكياس الكمامة ده مقاسهم كام؟ مقاس 60x70 اسود عامل 81، ده 31 كيس عامل 81. وفي ده كده ده مقاس كام؟ 80x110 عامل 71. وده مقاس 90x70 حوالي نص كيلو عامل من كوين عامل 87. هنا ورق الزبدة ده 160 جرام مقاس 30 سنتي، ده عامل 67. ده من كوين. في من الفتح ده 10 متر مقاس كام؟ مقاس 40 سنتي، ده عامل 55.
ده اللي هو ورق الاسترتش ده كام؟ ده 30 في 20، ده 30 سنتي في 20 متر، عامل 67. ده من كوين، ده مقاس 40 في 20 متر، عامل كام؟ عامل 70 بدل من 83. ده 40 سنتي في 20 متر. شوف ورق الألمونيا ده بص الغطا البوتاجاز ده مقاس 90 في 60 في عرض 60، 90 سنتي في عرض 60 سنتي، ده عامل كام؟ 45.